باسم السانوس الرب الإله العظيم الواحد في اللاهوت المثلث الأقانيم. السلام لك يا مريم يا والدة الإله، السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة. السلام للسمائين في بديء النهار، فليت وبالديسين وصفوف الأبرار. السلام لميخائيل رئيس الرؤساء، السلام لغبريال مبشر العذراء. السلام للشيروبيم، السلام للسرافيم والأربع والعشرين قس زنب التعظيم. السلام ليوحنا سابق وشاهد، شاهد لك المسيح كأعظم المواليد. السلام للإثنى عشر رسول المختارين، السلام لمن كرزوا باسم الرب الأمين. السلام لمريم مرقس مبدد الأوثان، السلام للإنجيل مبشرنا بالإيمان. السلام لمريم جرجيس الجندي الأمين، السلام لمن اعترف بالرب أمام سلاطين. السلام للعجيبين مرمين الأمين، السلام للقوي الشافع للمؤمنين. السلام للعافي فادم يانا شهيدا، والأربعين عذرا في أيقونة مجيدة. السلام لكل صفوف شهداء الأبرار، الذين سفكوا دمهم واحتملوا سيف النار. السلام لما أنطونيوس أفضي كل الرهبان، السلام لما بولا من ليس له مكان. السلام لثلاث مقرات كواكب البرية، السلام لما بابيشوي صاحب أحلى طيار. السلام للقديس المسيموس ودوماديوس، السلام لما موسى القوي في القديسين. السلام لما شنودة رئيس المتوحدين، السلام لما بخوميوس أب الشركة الأمين. السلام السلام للأنبرويس حبيب المسيح، السلام لمن عاش بعيدا عن كل مدين. السلام لأبراهام حبيب المسكين، وراه للعطاء والرحمن البائسين. السلام للبابا كيرلس رجل الصلاة، صانع المعجزات ومحب الإله. نرسل لكم السلام في كل صباح جديد، صلوا جميعا عنا حتى نرسى المواعيد.